مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار وزير الزراعة بالإفراج عن أكبر كمية أعلاف مرة واحدة. أهلا بكم مشاهدي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة وزنها بيوصل ل 380 ألف طن من الذرة والصويا وقيمتها بحوالي 134 مليون دولار، ودي بتعتبر أكبر كمية إفراجات منذ يوم 16 أكتوبر 2022 لحد دلوقتي. قرار الإفراج عن الأعلاف ده بيجي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج. وزير الزراعة أوضح أنه خلال الفترة من 4 مايو الجاري وحتى يوم 11 مايو تم الإفراج عن 308 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار، وأكد أن دي كمية إفراجات غير مسبوقة من 16 أكتوبر اللي فات. وزير الزراعة أضاف أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار، وكمان في إضافات أعلاف بحوالي 1.4 مليون دولار. علشان يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 11 مايو 2023 هو 4.7 مليون طن من الأعلاف، منهم 3.5 مليون طن ذرة و1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، ووصل إجمالي قيمتهم إلى 2.3 مليار دولار. وزير الزراعة أكد كمان أن الهدف من الإفراجات ده هو توفير كميات في الأسواق من الذرة وفول الصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، وأكد أنه فيه متابعات مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي والجهاز المصرفي بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من المواني المصرية. علشان نعرف تأثير القرار على أسعار سوق الدواجن بينضم لينا عبر الهاتف أستاذ سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. أهلا بك أستاذ سامح. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية رأيك في قرار الإفراج عن أكبر كمية أعلاف من الذرة والفول الصويا. أستاذ سامح؟ يا فندم سامعك كده اتفضل. يعني رأي حضرتك في القرار إيه؟ لا بالطبع طبعا ده قرار يحسب طبعا ان القيادة السياسية كانت مهتمة جدا بملف الاعلاف، خاصة لما كنا في شهر رمضان اللي فات، والحمد لله شهر رمضان عدى بخير وكانت ازمة عابرة وعدت، ولكن هذا القرار او هذا التصريح اللي تم من قبل معالي وزير الزراعة ده يؤدي الى انخفاض الاسعار الفترة القادمة واستقرار السوق، مما هيحفز المنتجين الدواجن من دخول بدورات جديده انهم اطمنوا ان في اعلاف موجوده بالفعل دخلت. ويمكن كان في لقاء مع السيد مساعد اول وزير التموين، وكان سيد المساعد الوزير الدكتور بما عشماوي كان اصدر انه هيطرح الاعلاف والذره الصفراء والصويا على البورصه الصناعيه المصريه وطحنها وتوزيعها على المنتجين الصغار او المربيين الصغار من انتاج الدجاج. طيب استاذ سامح، انت شايف ان الكميات الكبيره اللي تم الافراج عنها دي هتساهم في خفض اسعار الدواجن خلال الفتره اللي جايه؟ بكل تاكيد، لان انت مدخلات الانتاج كل ما توفرت عندك كل ما هتؤدي الى انخفاض السعر. يمكن انا بكلمك حاليا سعر الدواجن الان في المزرعه بيتراوح ما بين 63 ل 64 جنيه، بيباع للمستهلك ب 75 جنيه. انا عندي زياده في المعروض، عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، في شركات كبيره جدا دخلت عشان تستثمر في هذا القطاع الفتره القادمه ان شاء الله. فانا بطمن الناس ان احنا لا يوجد اي مشكله، القياده السياسيه معالي السيد الرئيس كان معز توجيهاته لمعالي رئيس الوزراء انه يهتم بهذا الملف وان لا يتم حد او تاخير في مدخلات الانتاج من الاعلاف لتوفيرها للمزارع او المربي الصغير، وهذا ينعكس علينا بانخفاض الاسعار الملحوظ حاليا، لان انا ما حصلش عندي ازمه نهائيا من اول شهر رمضان لغايه الوقت اللي احنا فيه، الدواجن مستقره لكن محلات بيع الطيور الحيه انا بطالب ان هم يعني ما يحطوش الهامش الربح المغالى فيه جدا لصالح المستهلك المصري،
احنا عاوزين سعر مناسب للمستهلك المصري. انما نسبه الربح او هامش الربحيه الخاصه باصحاب محلات الطيور نسبه بتصل ل 10 جنيه او 11 جنيه في الكيلو، وهذا مبلغ كبير جدا لا يمكن اي مواطن يعني يتقبله. استاذ سامح، رايك في استمرار الافراج عن كميات المناسبه من الذره وفول الصويا من المواني المصريه؟ رايي في ايه يا فندم؟ يعني رايك في استمرار الافراج عن كميات الذره وفول الصويا من المواني المصريه؟ ده هيعمل لي استقرار في السوق طبعا، ويعمل لي فائض في الانتاج اكتر، ويشجع المنتج اللي هو يربي لانه يبقى ضامن ان في اعلاف هياكلها الكتاكيت بتوعه، فده هيعمل لي وفره. يا فندم دي توجيهات من القيادة السياسية ان مدخلات الانتاج تخرج بانتظام، وبالفعل هي خرجت بانتظام، فاحنا ما عندناش اي مشكلة خالص، بل بالعكس دي هتعمل لي وفرة في الانتاج. استاذ سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن والغرفة التجارية بالجيزة، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. كده تكون انتهت نشرتنا، بنشكركم على حسن المتابعة.